والكمال لله سبحانه وتعالى. وجميلة تتقدم بجمالها وجمال شعارها والأسماء الجميلة اللي يقدمها الرميثي سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. الله 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 يا الرميثي يقدم جميلة، وهو من قدم شبابه وغيرها من الأسماء القوية والأسماء الرنانة المقصورة الرئيسية. ها هي المقصورة الجميلة، جوهرة الوثبة، هذه المنصة التي افتتحها سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في مكرمة وجائزة زايد الكبرى، واليوم في ركض الكبار تحيي هذه المقصورة. جميلة، تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي على هذا الفوز المركز الثاني. الأوامر بدأت. الله الله، راهية راهية راهية، وهنا القادمة القادمة شايبة الشايبة وراهية، امتياز القادمة أيضا، امتياز لمن منانة، ولكن راهية والشايبة الشايبة بدأت تغير، الشايبة بدأت تسير إلى المركز الأول. الشايبة غيرت الصدارة، غيرت المركز الأول. هناك علي بن سالم بن حمد المري بدأ يسير مع 300 متر الأخيرة، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا ناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا ايضا الى اهالي الشحانية مع ايضا انتصار. هذه هي الشاهي الشايبة الشايبة علي بن حمد بس علي بن سالم بن حمد المري، تهانينا والناموس ولحظات الوصول هنا مع خط النهاية لتعلن بانها بطلة هذا الشوط. تهانينا والناموس، المركز الثاني وصلت راهية سالم بن محمد الضبيع العامري سالم بن محمد الضبيع الكتبي بالفعل. المركز الثالث الفوز الى الانتصار في هذا الصباح. اسراب غادر كل المغادرة بالانطلاق الاول بالمركز الاول بناموس هذا الشوط بالفوز بالانتصار. يا سلام، اسعد الله صباحك يا ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي على هذا الفوز والانتصار والابداع. تهانينا والناموس من اللحظات الاخيرة من 200 او 300 متر اخيرة عن خط النهاية، غادر اسراب بناموس هذا الشوط وهدى الفوز والانتصار. ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي غادر غادر، تهانينا والناموس واسعد الله صباحك يا ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لناصر بن مبارك بن عيه الشامسي لحظة الوصول الى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك سراب ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي. المركز الثاني في انتظار المركز الثاني. انزعل وتحرك والضاح القادم مع جابر بن خادم المنصوري، اللحظات الأخيرة، المهند 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 يتراقص يتراقص المهند بشعار عبيد بن محسن المري، والضاح مع المركز الثاني، جابر بن خادم المنصوري هملول مع المركز الثالث، عبد الله بن زعل الفلاسي، ولكن شعار الرسمي شعار الرسمي عبيد بن محسن ووضاح القادم، المهند ووضاح المهند ووضاح. اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة ما بين المهند ما بين وضاح. تهانينا لعبيد بن محسن المري على فوز المهند في المركز الأول. المركز الثاني وضاح مع المركز الثاني جابر بن محمد بن عوض بن سالم الكتبي، اول نداء لها في الكيلو الاخير، ولكن سرابه ما شاء الله تبارك الله انطلقت بكل قوه وبكل جداره مع المركز الاول مع الجوله الاخيره، جوله التحديات، جوله الناموس وجوله التحديات مع سرابه سرابه سرابه. الله
الله يا سرابة. انطلقت سرابة وناصر بن مبارك بن عيه الشامسي، ولكن هملولة، هملولة القادمة، الشرود وهملولة، هملولة والشرود مع المركز الثاني، ولكن مقدمة الشور سرابة. اللحظات الأخيرة، منطقة الثيل، الناموس، الناموس أزال مع سرابة، سيطرت سرابة، تهانينا تهانينا، والناموس من هذه اللحظات لمالك سرابة ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي على هذا الفوز والانتصار للمرة الثانية على التوالي في صباح هذا اليوم. المركز الثاني وصلت هملولة، محمد بن عوض بن سالم الكتبي. بدأ يشتعل 500 متر، الغلاف القوي، جولة الأوامر، جولة الأوامر هنا. ركز يلي بيركز، روح يلي بتروح في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. راهية ما زالت هناك، الذيبة تحاول، انطلقت شقرة، انطلقت شقرة وذيبة وراهية في موقع واحد. الثلاث اللي بهنزان اللقى هنا، الأمتار المجنونة، الأمتار المجنونة، الذيبة 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 وشقرة وراهية في موقع واحد، ولكن راهية هنا، راهية الذيبة تقدمت، تسللت في هذه اللحظات على الصدارة والمقدمة. سلام يا العميمي سلام، ولكن هناك أيضا هناك شقرة، الصغير بن سعيد بن سهيل العميمي هناك أيضا يتواجد مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول. سلام بو سعيد سلام، سلام على هذا الأداء الجميل هناك أيضا وعلى هذا الاندفاع. الذيبة السيد بن محمد بن خليفة الضحي العميمي من يتوسع على المركز الثاني، أتابع المركز الثاني. هذا المسار والتحرك شاهين، عامر بن عوض بن عدان الصيعري، يالله يا هذه المنافسة، يا هذه المنافسة الشديدة، ولكن شاهين ما زال بالمركز الأول، ما زال متمسكا بالصدارة حتى هذه اللحظة. وبدأ التجاوز، وبدأ هنا شاهين عامر بن عوض بن عدان الصيعري، وانطلق جبر واجبرهم يا جبر، هو بالمركز الأول ناصر بن خيرة بن محمد الشامسي، هو بالمركز الأول، تصدر هذه الأسماء مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الخطيرة. تهانينا والناموس المالك جبر ناصر بن خيرة بن محمد الشامسي، واشرقي يا شمس المستقبل مع هذا الانطلاق. بينما وصل على وبران وعلى أداء وبران 500 متر الأخيرة، وبران لم تصدر عليه أي أوامر حتى هذه اللحظة. مع مالكي وبران جابر بن سلطان بن راشد الخيالي، بينما مشعل مع المركز الثاني سهيل بن حمد بن يطبع العامري، ولكن خلاص روح الخيالي بالناموس، خطف الناموس مع وبران وأداء وبران ما شاء الله تبارك الرحمن، بدون أي أوامر تذكر، بدون أي أوامر تذكر، العصا في البطان كما يقال. مشكور يا أبو عيسى على هذا الأداء الجميل، تهانينا لجابر بن سلطان بن راشد الخيالي على فوز وبران في المركز الأول. المركز الثاني وصل مشعل سهيل بن حمد. الشوط ومع المركز الاول، ومن يقدم بيان مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي، يا سلام، هو منطلق بكل قوه بكل جداره، يبي الفوز والانتصار. غادر انطلق، انطلاقه الناموس، انطلاقه الفوز، انطلاقه الانتصار. بيان تعود الملكيه لبيان لمبارك بن محمد بن مبارك الخيالي، اعلن حضوره، غادر بالفوز، غادر بالانتصار، غادر بالتهنئه. اهالي الخزنه مشاهدينا الكرام، من يغادرون بناموس هذا الشوط مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي، سلام يا الخزنة سلام، واسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار والإبداع. لحظات الوصول، معلنة الفوز والناموس، معلنة الانتصار، مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي، لحظة الوصول بدون أي منافس على الإطلاق المباشر. تهانينا والناموس لمالك بيان مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي، المركز الثاني.
المركز الثاني مشاهدين الكرام حرك بالرشيد حرك بالرشيد وحرك العمري وحرك الدرعي ووصل بن كلثم الخيلي ولكن غادر شوف الشوط تابع يا متابع قدموا عرض وقدمت لنا العرض الجميل الظبي 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 وصلت وضحه الظبي مملوك للسيد سعيد بن سالم بن سهيل العامري وصل بالرشيد مع وضحه خليفة بن سلطان بن رشيد الفوز وين المنصة الرئيسية الشامقة التي بالفعل بنيت بمواصفات حديثة تهانينا أيضا مشاهدي الأعزاء لكل ملاك الإجن بهذا المعمار الجميل وها هي وصول مشاهدي الأعزاء سرابة تهانينا بفوز الظبي 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 وصلت لسعيد بن سالم بن سهيل العامري ليختف الشوط حملون ينطلق مهدي تحرك الله الله ما شاء الله جولة الأوامر جولة الأوامر أبو ناصر الزعيم الزعيم بالفعل ينطلق مع حملون ينطلق مع هذا الأداء الجميل والمميز الله الله على هذا الأداء الله على هذا الأداء الجميل هناك أيضا مع صدارة هذا شوط الله 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 سلام حملون سلام محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي هنا الزعيم يتواصل مع صدارة هذا شوط أبو ناصر هنا سلام بناصر سلام هنا أسعد الله صباحك على هذا الرقص على هذا الاندفاع سلام من عاصمة الميادين نزفها لهذا الشعار نزفها على ظهر هملول مع المقدمة والصدارة والمركز الأول تهانينا 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 والناموس على هذا الفوز الجميل هنا والمميز والمستحق لهذا الشعار المركز الثاني أتابع هدي هناك أيضا على ثاني المركز ماجد بن محمد بن يوسف بن حاول المركز اللحظات الأخيرة والواصلة السايحة علي بن عبيد بن سعيد السبوسي الله 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 هملولة يا هملولة هملولة يا هملولة بالمركز الأول وبالصدارة سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي ما زال بالمركز الأول ولكن الخطورة ولكن السايحة 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 تسللت في هذه اللحظة وانطلقت بالمركز الأول المملوكة لعلي بن عبيد بن سعيد السبوسي تقنص هذا الناموس يقنص هذا الناموس ويتصدر الأسماء هنا مع وصولنا إلى منطقة الثيل تهانينا والناموس المالك السايحة علي بن عبيد بن سعيد السبوسي الواصلة إلى بر الأمان بينما المركز الثاني وصلت هملولة سيف بن محمد بن سيف المزروعي والمركز الثالث أهالي السلطنة هنا أيضا أهالي الشرقية على الصدارة ولكن بنلاحق بنلاحق وصل الهاجري وصول جميل من شعار هناك الأخيلي على المركز الرابع ولكن وين الصدارة المقدمة والمركز الأول 400 متر 400 متر روح يا العويسي ولكن بالوع ولكن التحدي والإثارة من الجانب الأيمن هناك لدغة 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 بنلاحق 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 ولكن بالعول بالعول هناك أيضا يتواصل هنا يريد يعيد الكرة للمرة الثانية أبو محمد هنا السلام خزناوي ولكن هناك مع العامري هناك عيناوي عيناوي ولا خزناوي السلام حاير السلام حاير سلام عيناوي سلام سلم على العين وضواحيها العين دار الزين هنا تحتفل بهذا الشعار العين هناك أيضا مدينة الخضرة والجمال تتواصل مع منصورة سالم بن علي بن وديمة العامري والمركز الثاني